السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا، مباراة في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية اللي هتقام بإذن الله تعالى في ساحل العاج في كوت ديفوار عام 2023 أو 2023. متابعين الكرام، منتخب مصر في مواجهة منتخب غينيا اليوم بإذن الله تعالى الأحد 5/6/2022. المباراة معدة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معدة الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 7 مساء بتوقيت المغرب وجرينتش وموريتانيا. القناة كل المباراة متابعين الكرام قناة بين سبورتس اتش دي 3 الثالثة والمعلق علي محمد علي، ملعب المباراة استاد القاهرة الدولي، دور المجموعات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.